بسم الله الرحمن الرحيم. في كل نفس شيء من الرذائل والفضائل، ولربما البعض منها يكون أشد على النفس سواء كان من الرذائل أو الفضائل. مشاهدينا الأكارم، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبحث في محور هذه الحلقة من برنامج عالم اللاهوت أثر الشك في الحجب عن عالم اللاهوت، بعد أن أتحاور مع ضيف البرنامج الدائم سماحة السيد علي الحسني. ابقوا معنا. روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في باب الانتفاع بالعلم: لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة، ولا معرفة إلا بعمل، فمن عرف دلته المعرفة على العمل، ومن لم يعمل فلا معرفة له. ألا إن الإيمان بعضه من بعض. حياكم الله من جديد مشاهدينا الأحبة، وأود تذكركم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج عالم اللاهوت، هو أثر الشك والجهل في عالم اللاهوت. وأرحب أجمل ترحيب بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد علي الحسني. حياكم الله سماحة السيد. حياكم الله. مرحبا. الله يبارك بكم سماحة السيد. الرذائل والفضائل هي في حقيقتها تعتبر من الطاقات. ما أثر تفعيل أو حجم تأثير هذه الطاقات أو الرذائل والفضائل في عالم الله؟ تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال عز من قائل في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحسنتم. زود الله تبارك وتعالى الإنسان بطاقات كثيرة. نعم. وكبيرة ومخيفة بنفس الوقت، وكثير هناك من الطاقات ما زالت هي مجهولة، لم يستطيع العلم إلى الآن أن يتعرف عليها، وأظنه لن يصل إليها بكل ما أوتوا من قوة ومن طاقة. طاقات كثيرة مخفية في جسم الإنسان، ومن بين هذه الطاقات هو جهاز الإرسال في الإنسان. طيب، يعني جهاز إرسال ربما يعني شيء غريب ولم نسمع بهذا، ماذا وكيف؟ يعني كيف هذا الجهاز وكيف يعمل؟ أحسن. نعم. طبعا بالنسبة إلى جهاز الاستقبال هو موجود، وإن عبرنا عليه بأنه جهاز الاستقبال، فعلا هو جهاز من ضمن المنظومة العصبية. نعم. في جسم الإنسان، والجزء الأول، القسم الأول من هذا الجهاز. نعم. الاستقبال والإرسال، القسم الأول منه وهو الاستقبال. الاستقبال في الواقع هو موجود عندنا وعند كثير من الخلق وعند الأنبياء، يعمل بأكمل وجه وهو الإلهام وتلقي الوحي. طبعا ولو يقسم الوحي إلى الإلهام وإلى الفيض وإلى كلام وإلى سماع صوت الملك، صوت الملائكة، وإلى رؤية أشخاصهم دون سماع أصواتهم، وإلى سماع صوتهم ورؤية أشخاصهم والحوار معهم من خلال رفع بعض الحجب عنهم. أحسنت. هذا. نعم. طبعا المستويات التي هي والدرجات التي هي عند الأنبياء والأوصياء. نعم. هذا في خصوص الأنبياء، أن الاستقبال عندهم بأكمل وجه. عندنا جزء من هذا الجهاز، جهاز الاستقبال يعمل وهو الإلهام. أنت أحيانا فيما بينك وبين نفسك جالس تفكر في قضية معينة، صاف بعد ذلك في هاللحظات بتعبيرنا درد، تقول اجت الله جابها، تقول يا سبحان الله، ألهمني الله سبحانه وتعالى كذا وكذا، أو خطر. نعم. في ذهني، أو قدح في ذهني، كما يعبر أهل العلم، يأتون بمصطلح قدح في ذهني. ما يقدح في ذهني هو الإلهام، هذا جزء من الإلهام. طبعا هذا من جانب الإلهام، وفي عند الخلق كله كما سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون. لكن ألا يخص هذا العقل فقط سماحة السيد؟ ما يعني موضوع الإلهام
التصور التخيل. طبعا هو من طاقات العقل أحسنت. نعم. إيه كم مثل ما تتفضل. نعم. هو طبعا من طاقات العقل جهاز الاستقبال. نعم. الإرسال الاستقبال والإرسال. كلاهما هما من طاقات العقل، لكن الملحوظ والمعروف والمتداول هو في القسم الأول وهو الاستقبال، أن الإنسان يستقبل. فقلت ربما الاستقبال يكون عند بقية المخلوقات عن طريق الغرائز الآن. نعم. كما استشهدنا. نعم. كما يستشهد الله تبارك وتعالى وأوحى ربك للنحل. غير الأنبياء والأوصياء من عامة الناس الله عز وجل يلهمهم ويوحي إليهم. كما سبحانه وتعالى يقول وأوحينا إلى أم موسى وهي امرأة قامت بعمل وهو حمل نبي، وثم بعد ذلك أن اقذفيه في اليم فإن خفتي عليه فإنا رادوه إليك، وما إلى ذلك من توضيح الآيات بمضمونها. على أي حال، فهذا القسم الأول وهو الإلهام موجود، قسم اللي أعبر عنه بالاستقبال. جانب آخر منه يشمل أرواحنا وهو الطيف. الطيف يعتبر جزء من أجزاء الاستقبال. أنت حينما ترى شيء فأنت في الواقع تستخبر حدث قد سيقع في المستقبل، بدليل الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه قال يسألونه عن الرؤيا فقال هي أما لشيء ماض، طبعا الرؤيا الصادقة وغير أضغاث الأحلام. وتلاحظ سورة يوسف كلها هي قائمة على الرؤى، رؤيا نبي الله يوسف ورؤيا الملك، أسلع له بعض يقول رؤيا النبي حجة باعتبار أنه قال يا أبت إني أرى سبع بقرات. لا تلك رؤيا الملك ذيك. رؤيا قال إني أرى، لكن قال إني رأيت الشمس والقمر لي ساجدين، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، رؤيا نبي الله يوسف التي هي في الانطلاقة الأولى. ثم بعد ذلك مثلا رؤيا نبي الله إبراهيم فلما بلغ معه السيل قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك. فبعض يجي مثلا على قضية ذبح إسماعيل، بعض يجي إلى قضية رؤيا الأنبياء فيقول هي حجة، ولكنه بغير الأنبياء أنا وياك أنت عامة الناس، فالرؤية الصادقة غير أضغاث أحلام وهي التي تكون في الثلث الأخير من الليل أو بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس تكون أضغاث أحلام، لأنه يصير تصوير الجن إلى الروح، فما يشاهده الإنسان بعد طلوع الشمس هو أضغاث أحلام لا عبرة فيه. هذا شيء ثابت سماحة شيء ثابت السيد. فأقول هذا الجزء جانب من قضية عمل الجهاز الإرسالي، العمل جهاز الاستقبال فيما يخص. فالرؤية تأتي أما مبشرة وأما تأتي منذرة، اعتمادا على رواية الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه قال الرؤية أما لشيء ماض أو شيء حال حاضر الآن أو شيء سيقع في المستقبل. نعم. فإذا تعد الرؤية الصادقة وهي كما يعبر عنها في الحديث الشريف هي جزء من 40 جزء من النبوة. إذن من ضمن جهاز ماذا؟ الاستقبال. من مضامينها أيضا النوم على طهارة و يعني ليس بالضرورة ليس يرتبط الموضوع يرتبط بالروح وبصفاء. نعم. الروح وبتوجهات الذهن، هذا فيما يخص جهاز الاستقبال. أما نعم. الذي تفضلت عن كيف وما هو جهاز الإرسال قد ما سمعنا به. نعم. جهاز الإرسال وهو تحديدا هذا الذي قلت لم يصل إليه العلم وما أظنه سيصل، وهو إرسال الأفكار والاستقبال إلى الآخرين، عفوا إرسال الأفكار والتخاطر إلى الآخرين. أنت الآن أمامي ما نحتاج أن نتكلم، ولكن كيف لي أن أرسل أفكاري إليك وأنا أفهمها بالمقابل تفهمها. ولو طبعا بحثوا في هذا الجانب ليس بما أنا أعرفه بأنه جهاز الإرسال كيف ترسل الأفكار والتخاطر، لكن عرفوا عنه بماذا؟ بدراسة الحاسة السادسة. يعني هذا من دون كلام المرسل؟ هو هذا طبعا. طبعا هم أخذوا جانب الدراسة، دراسة وبحوث وتطبيقات وتجارب في قضية الحاسة السادسة، وطبعا كلها قائمة على التجارب والنظريات والاحتمالات من دون الوقوف على قواعد وأسس يمكن توظيفها للانتفاع منها انتفاع علمي بالشكل الصحيح. وقضية إرسال الأفكار والتخاطر طبعا في الحاسة السادسة يتناولون كتجارب تطبيقية وأفكار نظرية قائمة على الاحتمالات، أنه كيف أستطيع أني أنا أن أرسل أفكاري إليك وأنت في مكانك من دون. سيد دعني أسأل هنا في هذه النقطة، هل لها علاقة يعني الإرسال والتخاطر بشساعة العلم والمعرفة من قبل المرسل تحديدا؟ هذا من جانب سعة العلم
وكثرة سعة العلم وكثرة الفهم في الحوار والنقاش ممكن أنه الإمام عليه السلام الله عليه وسلم تكلم وتعرفه ملكة طبعا ملكة ملكة، ولكنه تفعيل هذه الملكة من خلال الدراسة والبحث ممكن والتجارب التطبيقية. إلى الآن لم يقف العلم على أسس وقواعد يمكن توظيفها للانتفاع من هذا القسم وهو إرسال الأفكار والتخاطر. في جزء منه هو قضية ما سمي في جزء ما سمي بلغة العيون، العيون تفهم، وقيل أنه العين مغرفة الكلام. أنا الآن ما أتكلم معك لكنه أنظر في عينيك وتنظر في عيني وتفهم مني ماذا أريد بكل تأكيد تقريب. هذا هذا صورة تقريبية لقضية التخاطر وإرسال الأفكار. فأنا أرسل لك فكرة وأرسل لك ما أريد من خلال ماذا؟ من خلال حركة عيني. لكن هنالك ربما تكون دراسات معمقة خصوصا الآونة الأخيرة عن دراسة لغة الجسد ومن ضمنها قراءة العيون، ملامح الوجه، ليس هل لها علاقة بجهاز الإرسال ممكن وفهم جهاز الإرسال؟ طبعا هذه كلها قلت يعني هي تجارب تطبيقية قائمة على الاحتمالات، قضية لغة الجسد ومعرفة النظر لغة العيون وما شابه ذلك، لكن أن تكون بكمية بحجم بدقة، ما هو مداها، ما هي توظيفتها، ما هو توظيفها، كم مقدار، كم هو مسموح لي أن أرسل من الأفكار؟ أسا مثلا إذا أنت جالس أمامي وإذا كنت في مكان آخر كيف؟ الآن بغض النظر عن التقنية، لأن اليوم الموبايل ترسل أفكارك وترسل تكتب وترسل وممكن أن تصور فيديو وترسل، لا هذه بغض، هاي بغض النظر عن إذا انقطع النت، لو اختلت حركة القمر انتهى كل شيء، لا أنت في مكانك وفي بلد آخر زين وأرسل وأنا في مكاني، تكون أنت في الشام وأكون أنا في العراق وأنت في مكانك أو في المدينة أو أنا في كربلاء وأستقبل وبنفس اللحظة وبنفس اللحظة كما أنا أرسل لك وأتصل عليك أن أرسل أفكاري فتصل لك بهي بدقتها وكما هي. هذا ليس بالشيء الهين، وهذا هو علم. طبعا قلت العلم ما أظنه سيصل، لكن إمامنا المهدي صلوات الله تعالى عليه سوف يصل إلى هذه الدرجة من العلم. هل هو موجود في الدماغ أو غير موجود أم أنه سيستحصل في ما؟ لا قطعا موجود من ضمن طاقات الدماغ، لأنه القسم الأول منه وهو الاستقبال الذي عبرنا عنه بالإلهام وما شابه ذلك، يعتمد الآن يشتغل على أي جانب من الدماغ؟ يشتغل الآن على جانب من الدماغ وهو ما يسمى بمرايا الدماغ العاكسة، علميا يطلق عليها العصبونات. الآن جهاز الاستقبال في الدماغ يعمل ولا ما يعمل؟ يعمل، يعمل بمرايا الدماغ العاكسة. نعم عاكسة، تستقبل تعكس لك، لكن هل تستطيع نفس مرايا الدماغ؟ الآن هذا الذي ما ندري، ممكن أن الإمام سلام الله عليه يأتي يعطينا طاقة معينة يحرك جزء في الدماغ، ينشط بعض الخلايا التي الآن ممكن أن تكون متجمدة. جميل. يعني نفس العصبونات. نعم. نفس مرايا الدماغ العاكسة، بدل ما تكون عاكسة ويشتغل عندي الاستقبال، الإمام يعطيها وظيفة أخرى، نشاط آخر معين، بحيث أنها شي يصير بأنها تصير ترسل. جميل، وهذا هو التخاطر. أحسن سمعت السيد، اليوم موضوع حلقتنا هو الشك والجهل وأثره على الخوض أو البحث في عالم اللاهوت، يعني ويعتبر أنه الشك والجهل هو من الرذائل كما أسلفنا قبل قليل. ما هو أثر الشك والجهل بشكل عام على عالم اللاهوت؟ طبعا بشكل مباشر سوف يحجب الإنسان عن الوصول إلى الله تبارك وتعالى، ونحن إذا ذكرنا كلمة اللاهوت فالمراد فيه ماذا؟ هو الله تبارك وتعالى. وإذا ذكرنا علم اللاهوت فالمراد منه الدراسة التي تبحث في صفات الله وأسمائه. فقطعا الشك سيكون هو الحاجز الأكبر عن حجب المعارف الإلهية. ثم أن الشك منبعه وباعثه ومحركه وأساسه هو الجهل. الإنسان كل ما يبقى في جهله يدور في دوامة الجهل، إنما هو تتزايد عليه الشكوك، وكلما زاد الجهل كلما زاد الشك، وكلما زادت المعرفة انزاح وذهب الشك، وحتى مرسلاته ومستقبلاته راح تشتغل متذبذبة أيضا في الوقت ذاته. نعم. راح تشتغل هنا الإنسان كلما يكتسب معرفة، كلما يكتسب علما، كلما يزداد إيمانا ويقينا، جانبي الإرسال والاستقبال عنده ماذا؟ عنده سوف تعمل بنشاط. هذا من جانب. جانب آخر، الله تبارك وتعالى يريد بالناس اليسر ولا يريد بهم العسر، والله تبارك وتعالى يريد من الناس أن يتعرفوا عليه، ولكنهم لما تشبثوا بالجهل
ولم ينهضوا بأنفسهم إلى أقل المعارف ليخرجوا من هذه الدائرة دائرة الشك، ولذلك صارت المساوئ تزداد وتظهر يوم على يوم. ولذلك تلاحظ في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يخاطب الناس يقول قل لله، رأسا يبدأ القضية الحياة والممات ويوم القيامة يربطها بالله سبحانه وتعالى، يقول قل. وكل ما قرأت في القرآن الكريم فأي آية من كتاب الله العزيز حينما تجد أولها كلمة قل فهو خطاب من الله تبارك وتعالى أن يقل للناس. وحينما يكون المخاطب، قد يكون هناك من المخاطبين كثير من الشكاك والجهال، فلذلك حينما يقول له قل لهم تركيز وتأكيد على ماذا؟ على تنبيههم وإفهامهم. فتلاحظ أنه الله تبارك وتعالى في الآية المباركة قل، يعني النبي يقول للناس من أجل إفهامهم، وحتى أن في المخاطبين كثير من الشكاك والجاهلين ليزاح عنهم الجهل ويذهب الشك، فدائما يحتاجون إلى تنبيه، فيأتي بهذه الصيغة، صيغة الخطاب، خطابه من أجل ماذا؟ من أجل هذه الصيغة الخطابية، من أجل أن يذهب بالشك والجهل. فيأتي إلى يوم القيامة يقول إن يوم القيامة لا ريب فيه، فكيف يثبتون أن يوم القيامة لا شك فيه؟ فيقدم لهم مقدمة وهي الموت والحياة، فحتى تيقنون وتؤمنون بالمعاد ويوم القيامة وعودة الأجساد كما كانت، فعليكم أن تنظروا ماذا؟ أن تنظروا في الموت والحياة. ولذلك قدم مقدمة قل الله يحييكم، ثم بعد الحياة يأتي ماذا؟ يأتي الموت. ثم بعد الموت يجمعكم، ثم يجمعكم ليوم القيامة لا ريب فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بسبب ماذا؟ بسبب الجهل وبسبب الشك. طيب، إذا جئنا إلى قضية الشك والجهل، قطعا هما لهما تأثير، وكل الفضائل والرذائل، كل الأعمال لها تأثير، أما سلبي وأما إيجابي. الفضائل قطعا تأثيرها كله، الفضائل منها كالإيمان وكالوفاء وكالصدق وكالشجاعة وكالمروءة وما إلى ذلك، وبالنسبة إلى الرذائل كالنفاق وهو أول الرذائل، والكفر والشك والجهل والدناءة والجبن، الغيبة، كذلك كله، نعم، الكذب، الغيبة، كلها، نعم، من الرذائل تأتي. نعم، طبعا إذا جئت إلى الفضائل ولا الرذائل، فكل عمل هو إجمالا له تأثير، أما سلبي وأما إيجابي. حسنت. الرذائل كلها بما فيها الشك والجهل له تأثير ماذا؟ تأثير سلبي. على ماذا؟ تأثير سلبي على القلب. حينما نقول الآن في خصوص عنوان حلقتنا، نقول أنه الشك والجهل، أثر الشك والجهل في الحجب عن عالم اللاهوت، فالشك والجهل هو حجب عن حقائق الله عز وجل وعن ملكه وعن صفاته وعن أسمائه. فحتى الذي هو ملحد ويشك في وجود الله تبارك وتعالى، فالشك والجهل يجر إلى ماذا؟ إلى نسيان الله. لاحظ الإمام، بودي إذا يسع عن الوقت، الإمام الصادق سلام الله عليه يتكلم عن الشكاك وعن الجهلة، يقول صلوات الله تعالى عليه: إن الشكاك مجموعة مشككين، هم جماعة الجماعة المشككين. إن الشكاك جهلوا الأسباب والمعاني في الخلقة، وقصرت أفهامهم عن تأمل الصواب، والحكمة فيما درأ الباري جل قدسه وبرأ من صنوف خلقه في البر والبحر. برأ الله من صنوف خلقه، يعني منزه وبعيد عن كل أصناف الخلق، فهو غير الخلق، لا شبيه ولا مثيل له. وبرأ من صنوف الخلق في البر والبحر والسهل والوعر، فخرجوا بقصر علومهم إلى الجحود وبضعف بصائرهم إلى التكذيب. ما يمتلكون خلفية ثقافية وعلمية حتى، فجرهم الشك والجهل إلى ماذا؟ إلى الكفر والعنود. فخرجوا بقصر علومهم، يعني بسبب الجهل، إلى الجحود وبضعف بصائرهم إلى التكذيب والعنود، حتى أنكروا خلق الأشياء وادعوا تكوينها بالإهمال، إنها صدفة صارت وهي طبيعة أوجدتها، لا صنعة فيها ولا تقدير ولا حكمة من مدبر ولا صانع، تعالى الله عما يصفون. ثم الإمام يقول: وقاتلهم الله وقاتلهم أنى يؤفكون، فهم في ضلالهم وغيهم وتجبرهم بمنزلة عميان. وشوف شلون مثال لطيف، الإمام يجيب مثال عملي واقع، يقول: فهم بمنزلة عميان، دخلوا بيتا قد أتقن بناؤه وأحسن، قد أتقن بناؤه وأحسن فيه، قد أتقن بناؤه
وأحسنه وفرشت بأحسن الفرش وأفخره وأعد فيها ضروب الأطعمة والأشربة والملابس والمآرب التي يحتاج إليها ولا يستغنى عنها. تتخيل أنك تدخل لا ينظرون إلى كل هذه هذا تتخيل الجمع. تخيل هو يضرب مثال يقول تخيل أنك أنت تدخل إلى بيت قد تكامل بناؤه بأحسن بناء بأحسن هندسة بأحسن تصميم وفيه كل ما تحتاج إليه من الفرش والملابس والأطعمة ووضع كل شيء ذلك في موضعه كله مرتب وبأكمل وجه. تدخل قصر على مد البصر وكل شيء فيه مرتب هذا مثال. ووضع كل شيء في ذلك موضعه على صواب من التقدير وحكم من التدبير فجعلوا يترددون. تخيل واحد يطب بهذا الوضع فيتردد فيها يمينا وشمالا ويطوفون بيوتها غرف والمرافق والمنافذ والمداخل إدبارا وإقبالا محجوبة أبصارهم عنها لا يبصرون بنية الدار وما أعد فيها وربما عثر بعضهم بالشيء الذي وضعه موضعه وأعد للحاجة إليه وهو جاهل للمعنى ولما أعد ولماذا. تتخيل أن الواحد لما يدخل راح يشغل بالموجود فينسى شنو ينسى اللي بنه. أحسنت. إذن يعني ربما تكون الصفة الأبرز فوق كل هذا ما تفضلتم به هو العناد للشكاكين يعاند ويتمسك بوجهات نظره. سماحة السيد لم يبقى من الوقت الكثير ولا يسعني إلا أن أتقدم لكم بشكر جزيل وثناء جميل على هذه المعلومات التي وفيتمونا بها في حلقتنا لهذا اليوم عن الله. الجهل والشك وأثره في الحجب عن عالم اللاهوت. سماحة السيد شكرا جزيلا لكم. لكم شكر. الله, الله يبارك فيكم. مشاهدينا الأكارم لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا. عن الحسن بن الجهم في باب العقل والجهل قال سمعت الرضا عليه السلام يقول صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. إذن نقول في ختام هذه الحلقة وبحسب مضمون الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن الشك هو مصدره الجهل في الأسباب. لذا على كل المشككين البحث مليا كي يتعرفوا على طرق النجاة. حتى ألقاكم مشاهدينا في حلقة أخرى من برنامج عالم اللاهوت أترككم في رعاية الله وحفظه.